ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتكم قناة هيلب ميت وين، ومع فيديو جديد ومع منصة الجو ترانسكريبت، منصة مهمة جدا حسب طلباتكم بامتحان القبول بهذه المنصة. هنحل الامتحان اليوم، اللي هيسجل جديد هيجيله نفس الامتحان، واللي ما نجحش في الامتحان السابق هيجيله نفس الامتحان، او لو امتحان اختلف هيكون الامتحان اللي في الحلقة اللي قبل دي. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف منصة جو ترانسكريبت. منصة بمنتهى البساطة والسهولة، انت بتعمل ساين اب الاول، بعد كده ساين ان، وبعد كده بتعمل تاسكاتك. التاسكات ما هو الا ان ملف صوتي او فيديو، انت بتكتب كل الكلام اللي بيتقال فيه، وهو مجال ترانسكريبشن، يعني بتحول الفويس الموجود في الصوت، الصوت اللي بيتكلم او السبيتش الكلام الموجود، انتو تكست الى تكست الى نص بيكون مكتوب. طيب المنصة دي بتدفع بالبيبال المفعل او البايونير كل يوم جمعة من كل اسبوع، وامتحان القبول النتيجة من اسبوع الى اسبوعين ان شاء الله، بالتوفيق للجميع. وتعالوا مع بعض نحل الامتحان الخاص بهذه المنصة. طبعا المنصة بتديك حاجة بنسميها الجايد لاينز، وهي مجموعة قواعد، وعندك فيديو في صندوق الوصف هسيب لك فيه كل قواعد الجايد لاينز الخاصة بهذه المنصة. سهل جدا وبسيط جدا، مفيش حاجة معقدة. تعالوا مع بعض كده نتجه الى المنصة، والى اسفل المنصة بالضغط على كلمة ورك عشان نقدم لامتحان القبول بهذه المنصة. فتح لي صفحة جديدة، وبعد كده ابلاي ناو. لو انت معاك لغة تانية بخلاف الانجليزية فاكيد متاح المانية، روسية، اسبانية، صينية، خلينا في اللغة الانجليزية اللي احنا نفهمها واللي احنا نقدر نقدمها لكم. بعد كده فتح لي امتحان ام سي كيو قبل الامتحان الصوتي، وقال لك انت تتبع الجايد لاينز. لو فتحت الجايد لاينز هي دي القواعد اللي انا اتكلمت عنها من شويه، وهتلاقي الفيديو في صندوق الوصف، وعندك كمان فيديو كمان مهم جدا شرحت فيه ازاي انك تعدل او تقوم بالتعديلات على ملف صوتي للناس الشغاله بمواقع الذكاء الصناعي. طيب تعالى بعد كده نتجه الى حل الامتحان، ونيجي للسؤال الاولاني. بيقول لك ان الفول فوبوتام انكلود يشمل السلانج والفورس ستارت والفيلر وورد والسبيتش والسلاتر والريبيتيشن طبقا لقواعد الجايد لاينز. لو فتحت قواعد الجايد لاينز هتلاقي كده في البدايه هتلاقي الصيغه بتاعه الفول فوبوتام والقواعد الخاصه بيها موجوده كلها هي، وانا شرحتها لك في فيديو في صندوق الوصف. السؤال الثاني بيقول لك هاو شود يو ترانسكرايب نمبر. بالنسبة للنمبر قلنا من 1 إلى 9 تتكتب كتابة عادية زي 9 in 9 in A، زي 1، زي 2 TOO، ومن 10 ما لا نهاية تتكتب أرقام زي ما هي. فالإجابة هي البي. بعد كده لكن الدبل كوتيشن مارك ار يوزد، علامات التنصيص بستخدمها امتى؟ دبل كوتيشن لو في دايلوج في محادثه، فور انتر دايلوج، او وين ايفر ذير از ا دايركت كوتيشن. فالاجابه هي الاي والسي. بعد كده السؤال الرابع بيقول لك I not wanted، وبعد كده فورس ستارت I have dreamed of becoming a music. طبعا هنا كلمة ال UH هنا قبلها كما بعضها كما طبقا لقواعد الجايد لاينز، فهي الإجابة هي ال P. بعد كده الخامس ذا اكزامينيشن، الامتحان will consist of، يتكون من تو سيكشن، دايما تأتي كلمة اوف بعد كلمة consist فالإجابة B. بعد كده السؤال السادس بيقول لك نقط good friends أصدقاء، ودول جامعة كمان، فهم there are good friends فالإجابة هي ال A أو C الاتنين صح. بعد كده السؤال السابع بيقول لك what should you do if you cannot identify who exactly is speaking. قلنا لو انت مش قادر تحدد مين المتحدث بتيجي على كلمة السبيكر واحد لو انا شاكك فيه، او اتنين لو انا شاكك فيه، وحط علامة استفهام اللي هي كوتيشن مارك قبليه بالشكل ده، فالإجابة هي الـ A طبقا لقواعد الـ guidelines. السؤال الثامن بيقول لك what are the basic rule of work I should following on transcription. القاعدة الأساسية هو in quotation، لو في quotation the first word of the complete sentence should be capital X، أو أول حرف في الـ في double quotation بيكون capital. The beginning of every sentence should be capital X، لأن بداية أي جملة بتكون capital. You should never use exclamation mark، مستخدم علامة استفهام تعجب بمزاجك كده، إلا بتطبيقات أو قواعد الـ guidelines. فالإجابة هي الـ A والـ B والـ C. بعد كده السؤال التاسع بيقول لك هاو شود ترانسكرايب بالنسبه للاول الساعات، فهي البي ام والاي ام بيكونوا كابيتال بالشكل ده، وبالتالي دي الاجابه السليمه هي البي. السؤال العاشر بيقول لك ساوند ميد باي ذا بيرسون، لو نفس الشخص هيبقى في السيم لاين، لو شخص تاني هيبقى في الديفرنت لاين، ولكن هيبقى في السيم لاين في بريزنت تنس، فالاجابه هي السي. بعد كده بالضغط على الكونفيرم بعد ما حلينا ال10 اسئله الام سي كيو. بعد حولنا تلقائي الى الامتحان الصوتي زي ده كده، عندك امكانيه في اللغه الانجليزيه تشغل الملف الصوتي من هنا وتكتب الكلام اللي بيتقال في البوكس ده، وفي النهايه تعدم الامتحان بالضغط على كلمه سند ات فور ريفيو. لو انت نص نص في اللغه الانجليزيه فانت هتحتاج الى منصه مساعده، في كليك يمين على ملف صوتي وهنحمله على الديسك توب، هضغط على كلمه السيف الاوديو الاز واحفظه على الديسك توب، واتجه بعد كده الى منصه تعمل بالذكاء الصناعي. هناخد الملف ده هعمل له ابلود على هذه المنصه، وبعد كده هنضغط على كلمه ترانسكريبشن، وبعد كده هيكون بالشكل ده، هي منصه الترانسكريبتور المنصه الجديده اللي احنا لسه مستخدمينها. وبعد كده تعالوا مع بعض بعد ما خلص الترانسكريبشن تعالوا مع بعض كده نسمع الكلام اللي بيتقال ونشوف الكتابه اللي بتكون موجوده عامله ازاي. This audio is used for the transcriber test at GoTranscript.
Hi. So, I just ordered a bunch of stuff from Amazon, and I was just gonna go look through my orders because, honestly, sometimes I feel like I spend too much money on stuff that I wind up later not needing at all. So, one of the things that I ordered was this Bluetooth adapter that's supposed to be make it easier for me to play music in my car. 'Cause see, I have this really old car, and the CD player stopped working. So I was thinking about either getting a new CD player or getting a new car. Actually, I was kind of debating a new car, but unfortunately, I just don't have the money for that. 'Cause even a down payment on a car that I could afford would be at least $1,500, and I just don't have that. So here's what I came up with. I came up with this Bluetooth FM transmitter that's like a car adapter that you stick in the cigarette lighter. I've never tried one before, so I'm kind of interested to see if it works. And then I bought a bunch of USB flash drives, like a five pack that each of them is 4 gigabytes. They're like thumb drives, and they're really cute, the ones I ordered, because they're multiple colors. Like they're black and blue and pink and orange and green. So I thought that might make it easier for me to figure out which is which, because I know they have a lot of capability on them, but I think I'm gonna just put different types of music on each one so that when I'm in my car and I'm in the mood to listen to like Weird Al Yankovic, I can just pull out the oh, I don't know, the orange one. I think I'll make orange Weird Al's color, because I don't know. I like Weird Al. Anyway, I don't know if you've ever heard him, but he plays the accordion and he writes parodies of songs, and he's been around since the what, the 90s or maybe the 80s, I don't know. But anyway, so I'll have Weird Al, and then I'll have some sentimental crap like Enya and John Denver and stuff like that on another one. And you can see what I'm talking about, right? So then on a completely different note, I ordered this de-shedding tool for my cat. See, we have two cats, and one of them has just super long hair, and he's always getting fleas and stuff in the fur, and we give him flea treatments. But because he's indoor outdoor, he still gets fleas. So this is called the Furminator 10730. It's a long hair de-shedding tool for cats. And Furminator is the name of it, like Terminator, only fur instead. So my vet recommended it, so I'm going to give it a try and see if it helps our cat to feel a little better this summer. And then this is something completely different. See, I've been making popcorn at home, but the problem is with popcorn, it really doesn't taste that good to me unless it's got hot melted butter on it. But pot melted butter just adds tons of calories and fat to your popcorn, and the whole idea is for it to be like a diet food, right? So I was reading online that there's a way to take a smaller amount of butter and mix it somehow with water. I don't know. I'm going to have to look at the videos, but you put it in a spray bottle, and then you can just, spray a little bit on your popcorn and then sprinkle some other flavorings like ranch dressing powder or something like that. And I already use the ranch dressing powder, and sometimes if I want it to be sweet, I'll use cinnamon sugar or something like that. But if the popcorn is dry, it just all seems to fall to the bottom of the bowl. So I'm interested to see how that'll work. This audio is used for the transcriber test at Go Transcript. وكده يكون انتهى الامتحان، وبالتالي طبعا يا شباب النص ده هتاخده على الاوفيس وهتظبط علامات تنصيص، هظبط لو في اخطاء املائيه ولا حاجه بتكون موجوده. النص انا شايف ان هو متقسم بشكل بيكون مميز، تشيك على قواعد الجايد لاينز كلها، انا شرحتها في فيديو بيكون مستقل، وعندك فيديو في صندوق الوصف كمان هسيبه لك، انا عملت فيه ملف قبل كده تعديل في النصوص بيكون عامل ازاي. طبعا ما تنساش ان انت في النهايه النص النهائي هتقوم عامله لاصق هنا، وخلي بالك انت لازم تشغل ملف الصوت ده عشان يبان عندهم اللي انت مشغل الملف الصوتي، ولازم تعيده وتشغله تاني وتالت، لان انت ممكن تحل 100% صح وملف ده ما اشتغلش، وهيبان عندهم ان هو ما اشتغلش، يبقى انت ناقل الامتحان من مكان تاني، وده ممنوع في هذه المنصه، انك لازم تحل بمجهودك، تكتب النص بتاعك هنا، وفي النهايه مش تنسى انك تعتمد الامتحانين بالضغط على سند ات فور فيو، نتيجه من اسبوع لاسبوعين. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.